بن خيره الينيبي على مقدمة الشوط اللي هي الدوحة. المركز الثاني من تاتي جمايل محمد بن حسن بثيمة العامري، وثالث المراكز وأردت واجد في ثالث المراكز من تاتي بن ترعاد عيسى بن سعيد بن سبت الخيلي. المركز الرابع تغير في هذه اللحظات وتنتزع المركز الثالث مشاهدين الكرام، وصلت في هذه اللحظات المركز الثالث مشاهدي الكرام جبارة العلي بن يعروف بن زرع يتصل في هذه اللحظات تغير وتنتزع المركز الثاني في هذه اللحظات. رابع المراكز من تاتي مشاهدين الكرام وتتواجد جبار سالم بن مبارك بن روضة المنصوري تنتقل إلى رابع المراكز، وخامس المراكز من الجانب الآخر المركز الخامس تتواجد جمايل محمد بن حسن بالثيمة العامري، وسادس المراكز من الجانب الآخر اللي غيرت وانتزعت المركز السادس في هذه اللحظات. نتأخر ونشوف اللي في سادس المراكز مشاهدين الكرام. تاتينا وعد حمد بن محمد بن مبارك المهيري، وعد لحمد بن محمد بن مبارك المهيري على خامس المراكز. سادس المراكز من تتواجد جميلة سيد محمد بن راشد بالسم المنصوري، وسابع المراكز على التواجد من جمايل محمد بن حسن بالثيمة العامري. ثامن المراكز من تاتي الشاهينية خليفة بن محمد بن شاهين المرار، والمركز التاسع في هذه اللحظات من تتواجد مشاهدين الكرام على التواجد من مياس سالم بن مغير بن سالم العميمي، والمركز العاشر من تاتي في عاشر المراكز زعفرانة حمد بن عبد الله الغيلاني، وصل في هذه اللحظات حميدة بن عبد الله الغيلاني تصل في عاشر المراكز. أعود مع مقدمة الشوط مع المركز الأول مع المسار الأول من غيرت مشاهدينا الكرام، وعد وعد وكر عد هي على الصدارة لحمد بن محمد بن مبارك مهيري على مقدمة الشوط على المركز الأول. وعد تعود الملكية لحمد بن محمد بن مبارك مهيري على مقدمة الشوط، سيطرت على الجميع بقيادة هذا الشوط. المركز الثاني من تتواجد الدوحة سيف بن هلال بن خيره الينيبي في ثاني المراكز. ثالث المراكز من تاتي بن ترعد عيسى بن سعيد بن سبت الخيلي في ثالث المراكز. رابع المراكز تاتينا جبارة سالم بن مبارك بن روضة المنصوري، والمركز الخامس من تاتي في خامس المراكز جبار علي بن يعروف بن حميد الزرعي هي في خامس المراكز. والمركز السادس تصل جميلة سيد بن محمد بن راشد بالسم المنصوري، أداء مميز. المركز السابع مشاهدينا الكرام الضبي محمد بن مسلم، وصلت في هذه اللحظات جميلة سيد بن محمد بن راشد بالسم المنصوري، وايضا قدوم وتواجد هنا من تصل الشاهنيه خليفه بن محمد بن شاهين المرار. تاسع المراكز من تاتي الضبيه محمد بن مسلم بن سالم العامري، وعاشر المراكز من تاتي جبار محمد بن حماد العامري تصل في هذه اللحظات. اعود مع مقدمه الشوط مع المركز الاول مع المسار الاول، وعد على المقدمه، وعد على المركز الاول، وعد لحمد بن محمد بن مبارك مقدمة الشوط على المركز الأول. المركز الثاني من تتواجد في ثاني المراكز بن ترعد عيسى بن سعيد بن سبت الخيلي، والمركز الثالث جبارة تعود الملكية ساري بن مبارك بن روضة المنصوري من تاتي في مراكز، ورابع المراكز من تاتي في رابع المراكز في هذه اللحظات جبارة محمد بن صالح بن يابر العامري، وأول إذاعة لجبارة تتواجد على رابع المراكز في هذه اللحظات. خامس المراكز وسط الضبية محمد بن مسلم بن سالم العامري، والمركز السادس أرى القدوم والتواجد هنا وأول إذاعة لها الشاهنية سعيد بن حمد بن قناص العامري. الكل بدأ يتقدم، الكل بدأ ينطلق، الكل بدأ يتوجه، قدوم وتواجد مشهورة سلطان بن حمد بن محمد الشامسي قادمة بكل قوة، أيضا تواجد في هذه اللحظات من وصلة الشاهنية حمد بن سعيد بن سالمين المنصوري.
مشاهدين الكرام، الكل بدأ يتوجه نحو الخط المستقيم، نحو الفوز والناموس والانتصار، ووعد على المقدمة، وعد على المقدمة. توعد مالك أحمد بن محمد بن مبارك مهيري على مقدمة الشوط، على المركز الأول ما زالت تسيطر بالمقدمة. الكيلو متر الأخير، أذكر لمن يريد التذكير أنه يفصلنا عن خط النهاية وعن الفوز والناموس وعن نهاية عمر هذا الشوط، ووعد ما زالت مسيطرة. حمد بن محمد بن مبارك مهيري المركز الثاني، من تاتي بن ترعد عيسى بن سعيد بن سبت الخيل، يا سلام، وعدوا بن ترعد على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثالث أرى قدوم يا سلام، وصلت شهني سعيد بن مطار بن محمد، لذا عليها تواجهنا في 700 متر الأخيرة التي تفصلنا عن الناموس وعن الفوز والانتصار. قدوم وتواجد من حاف سلطان بن علي بن سلطان الاكتبي، تواجد في هذه اللحظات من وصلة الشاهنية عامر بن حمد بن أفصان المنصوري، أول ذا عليها أيضا، ولكن بعود مع وعد، غادرت وعد، انطلقت وعد، وسلامي عليك يا وعد، وعد يا الله. حمد بن محمد بن مبارك امهيري ما شاء الله وتبارك الله على هذا الأداء المميز، العروض الذي تقدمها وعد، تشق الطريق، طريق الفوز، طريق الناموس. يا المهيري يا حمد، يا ابن محمد، يا ابن مبارك، المهيري غادر الجميع، انطلاقة الفوز، انطلاقة الناموس، انطلاقة الانتصار. والسلامات يا الحبسي، بقول سويحان سلام، يا سويحان سلام، سلام يا سويحان سلام، سلام يا مهيري سلام، سلام يا حمد، يا ابن محمد، يا ابن مبارك مهيري، من اتى بالوعد وكما ذكرتكم بانها توعد مالكها بالفوز والناموس، وبال الفعل اوعدت واوفت بالوعد. حمد بن محمد بن مبارك مهيري، تهانينا. هو ناموس المركز الثاني، من وصلة مشاهدين الكرام بن ترعد عيسى بن سعيد بن سبت الخيلي. المركز الثالث، من وصلة شهنية خميس بن سالم وخميس الشمسي. المركز الرابع، وصلت من حافة سلطان بن علي بن سلطان اكتب. المركز الخامس، وصلت مشاهدين الكرام الحذرة سيف بن مسفر بن راشد العميمي. هكذا كانت النتيجة، هكذا كانت المتعة والإثارة، ولكن استطاعت وعد وبالفعل أوعدت إلى الناموس. حمد بن محمد بن مبارك مهيري، هاي العادة أمامكم لوعدتنا وصولها إلى خط النهاية، معلنة الفوز والانتصار، التهنية والفوز والناموس. التوقيت الزمني 7:46، 7 من الأجزاء. مشكور يا مالك وعد، أفضل توقيت زمني يتسجل تحت أقدامي وعد. حمد بن محمد بن مبارك المهيري اللي هو وعد، وبالفعل وعد، اسم على مسمى، اوعدت بتحطيم التيم ووعدت بالفوز والناموس مالكها. حمد بن محمد بن مبارك مهيري. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، من وصلت في ثاني المراكز بنت رعد عيسى بن سعيد بن سبت الخيلي، 7:50، بوفاء وتماما، تهاني لمالك بنت رعد عيسى بن سعيد بن سبت الخيلي. المركز الثالث 7:51، بالوفاء والتمام، من وصلت في ثالث المراكز مشاهدين الكرام. التهنئة لمالك شهنية خميس بن سالم وخميس الشامسي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.